لنعمل معجنات بالعجة إحنا بحاجة لكوب ونص من الطحين، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر من سكر الأسرة، معلقة صغيرة خميرة، كوب حليب سائل، بيضة واحدة ومعلقتين كبار من الزبدة. يلا إجا بتبدي الطحين. يلا الطحين بحط الخميرة بالحليب، الحليب طبعا دافي. أوكي دائما من بنكون يعني من حراره الجسم. احنا قلنا من قبل كيف بيعرفوا انه من حراره الجسم، انه بنحط ايدنا بالحليب، اذا حسينا ببروده معناته مش من حراره الجسم، اذا حسينا بسخونه معناته مش من حراره الجسم، ما حسيناش بشيء معناته هو الصح. هو الصح تمام. وبنحط هلا الطحين. الطحين يكون منخل كثير يكون اسكى واحسن. وبعدين بنحط الزبده، بنحط الملح، السكر بنحطه مع الخميرة، بنحط الملح على الطحين، نبلش نعجن وندخل الزبدة تدريجيا بالطحين بهاي الطريقة. زي بس العجين، زي بتبسي الطحين. بحب أنا هاي يعني بس لأنه بتدخل الزبدة جوا الطحين تلاقي. عشان هيك بالمعمول بيعملوا هيك صح؟ أيوة طبعا بالنعنول. طيب هلا حطيت البيض. تمام اوكي. هاي في بدها بيض. فيها بيض، عجينة البيض، معجنات البيض بدها بيض، بيضة بس عشان بديش أسكى أخلطها هيك، عشان هلأ أحط الحليب. هلأ بس نعجنها. طبعاً إحنا دائماً بنقول لازم نعجن 40 عجنة إذا ما عندناش ماكينة. الماكينة كيف نعرف إنها انعجنت؟ لما الماكينة تلم العجين، بتلمها كلها مرة واحدة بتعرفي إنها خلص بدهاش كمان تعجين. بالإيد 40 عجنة من هدول. هلأ هاي صارت تقريبا جاهزه لانه ما عندناش وقت نعمل 40 مره، فصارت جاهزه. بنغطيها ب منشفه تبعت مطبخ نظيفه طبعا، وبنستناها لحد ما تخمر. بدها وقت لتخمر؟ ساعه قلنا، ساعه اقل شيء. ساعه، خاصه انه احنا الدنيا شتاء هلا. هلا شتاء بس كل البيوت كمان فيها دافيه، فيها صوبه، فيها تدفئه، فيها كذا، مدفية هلا بهذا الوقت. بس اذا حسينا حراره الجو بارده لا لازم نتركها، لازم أكثر. نتركها اكثر بتصير بهذا الشكل. شوفوا احلاها بتصير زي المطيط هيك، زي بس تعملوا لها هيك زي الرفاص وتصير هيك معناتها جاهزه. ممتاز. هلا يلا بدنا ننزلها على الطاوله. هلا هاي جاهزه، انا بدناش ندعكها كثير عشان ما تنطش معنا. ونجيب الشوبك ونفردها. شوفي بقى ملسها، شوفي ما احلى بلطة هي، حسيها احلاها بتجنن شكلها. ولليوم عشان فيش تحريك وقالي ما قربتيش على المطبخ. لا لانه انا بحب التحريك ولا خليتيني احرك اليوم. حسيها احلاها مبينه. ما شاء الله شو ناعمه. عم نفردها بتجنن. نفردها رقيقه عشان هلا بدنا نخمل الجناب. اوكي عشان الجناب خميله. انا رح اقطعها دوائر. قطعيها دوائر. تحبي نقطع اول دائره قدامهم عشان نورجيهم دائره واحده؟ شوفي انا بعدين بنروح نقطع الدوائر، فرح اقصها بصحن. شو رايك؟ يلا بصير. هو لازم نعمل إشي كمان اللي ما عندهوش مقاطع، اللي ما عندهوش بالضبط مقاطع ممكن يلاقي هيك. بعدين بنجيب سكينه وبنقصها. هي نقصت بس يعني تاكيدا. هلا قصيناها، بنعملها بهاي الطريقه، بنعملها احنا بنسميها فلوكه او على شكل فلوكه. هي فلوكه. قارب. فكيف قارب. نعملها طبعا بتقدر تعملوها كيف ما بدكم يعني، بس انه هاي عشان البيض يوسع جوا لازم نعمل جوانب صح عاليه عشان ما ينزل البيض، عشان ما ينزل البيض نعمل شويه. تمام نجيبها من الاطراف وبعدين بنسكر الاطراف مع بعض. اوكي بنمطها وبنصير كمان نعلي الاطراف عشان تاخذ البيض. طبعا بنحطها بالصينيه قبل لانه ما نقدرش نحملها بعدين. طبعا مش زي الجبنه، مش زي الزعتر، طبعا زي هذا. تمام. وهلا طبعا انت البيض قولي لهم سريعا، انت بيضتين حطيتي عليهم ملح وفلفل اسود، ملح اسود وشويه نعناع. وهلا اللي بحب نعناع اختياري هذا طبعا. بتعرفي بدي اعدل عليهم دقيقه بس شوي، بس كمان رشه هيك لاني اطمن. هاي شوي ملح، شويه رشه، هاي شوي فلفل اسود احسن. تمام اوكي وبعدين
بنحط شوية اللي بحب طبعاً. إيش بحبوا هم؟ خضار، مشروم، فلفل، هذا فلفل شو اسمه؟ يعني بالضبط كيف نحب الأوملت بالبيت؟ كيف بتحب الأوملت بالبيت؟ كيف بتحب العجب؟ حتى لو جبنة يمكن بيحبوا يحطوا. بحب يحطوا جبنة، بتطلع كثير زاكية، بس هي بتطلع عربية أكثر بلا جبنة. تمام؟ نعمل هيك، بدنا إشي نقدر ندير فيه لأنه إذا وقع كثير بيطلع برا. طبعاً بيطلع ريحة. بيطلع برا هاي، أيوة. فبنديرها بهاي الطريقة. بنعبيها قد ما بتاخذ. لأنه هلا بتنشف بالفرن. تمام؟